السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طابة جميع متابعينا الكرام ولكل من التحق بنا مؤخرا. إذا متابعينا الكرام، في ظل هذه الأخبار العاجلة كان لابد لنا من أن نتوقف على هذه القضية، على هذه الفضيحة، على هذه المهزلة التي تورطت فيها قناة الجزائر الدولية التابعة بطبيعة الحال للنظام الجزائري لزريبة الفقاقير. بطبيعة الحال هذه ليست المرة الأولى التي قامت فيها هذه القناة بالكذب والإدعاء زورا بواحد المسألة التي هي غير صحيحة. أكثر من ذلك متابعينا الكرام، الفضيحة ديال الخريطة، وبعد ذلك شفنا الصفعة التي وجهت إليه من طرف جامعة الدول العربية، من طرف ناصر بوريطة، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى تقديم اعتذار رسمي. متابعينا الكرام، قبل أشهر قليلة فقط، اللي قدامين معايا هنا في القناة قبل أشهر قليلة، شفنا فضيحة ديال هذه القناة معي شخصيا، مع قناتي المتواضعة، حيث عمدوا إلى سرقة محتوى من القناة التي هي عبارة عن رسومات ثلاثية الأبعاد. لكن كيف ما يعني كتعرفوا، أنا سبق لي كنت كنشر هذا المحتوى اللي هو عبارة عن سيناريوهات عسكرية، اللي هو عبارة عن رسومات ثلاثية الأبعاد، ولكن فيها جرافيزم عالي، يعني فيها نوع من الواقعية. فهذه القناة شنو دارت؟ مشات سرقت تلك المشاهد ونشرتها على أنها مشاهد لقصف الشاحنات الجزائرية التي بطبيعة الحال تم بندرتها في المنطقة العازلة. وهنا في نبدأ بطبيعة الحال التأكد بأن هذه القناة اللي كتدعي المهنية وللداعي من جد حشكم بأنها سوف تكون قناة دولية وسوف تنافس المنابر الإعلامية العالمية، أول بداية ديالها مشات سرقت من القناة ديالي ونشرت رسومات ثلاثية الأبعاد طبعا الحال كما تشاهدون أمامكم على الشاشة، وادعت زورا بأنها مشاهد لقصف الشاحنات الجزائرية. الآن وقعت في فضيحة جديدة، والآن متابعينا الكرام أصبح مؤكدا ليس لدينا فقط نحن المغاربة وإنما حتى لدى العرب بأن أي شيء تابع للنظام الجزائري يكذب. أي شيء تابع للنظام الجزائري من وسائل إعلام، من وزراء، من مسؤولين، كذابون 100%. لأن الفضيحة اللي تورطوا فيها هي فضيحة كارثية، ويعني النظام الجزائري ورط نفسه في واحد موقف محرج ومخزي في نفس الوقت. قبل ما نتحدث على المسألة ديال الخريطة، أول شيء هذه القناة ادعت كذبا أنها شريك إعلامي للقمة العربية. ادعت كذبا أنها شريك إعلامي للقمة العربية ولجامعة الدول العربية. هذه المسألة الأولى. طبيعة الحال خرج البيان الرسمي ديال جامعة الدول العربية ونفى هذه المسألة، هذه نفى وكذب، بل وجه تحذيرا. البيان راه كتشوفوا أمامكم على الشاشة، تحذير هام، تحذير. الأمر الذي اضطر من خلاله المسؤولين ديال هذه القناة والنظام الجزائري إلى الخروج باعتذار، إلى الخروج باعتذار. طبيعة الحال الاعتذار على المسألة ديال الخريطة، لأن القضية ديال الخريطة راه كتبين المدى ديال الجهل، الغباء الغباء الغباء، وعباد الله يعني ما فهمتش دابا ياك. أنتم أصلا كتقولوا على أن الجمهورية الوهمية ديال المرتزقة البوليزارو هي دولة عربية، ياك مسمينها، وياك هما مسمينها الجمهورية الصحراوية العربية، واخا دابا عطونا المنطق، علاش غادي تحيدوا هذا الجزء اللي كدعيوا على أنها دولة عربية من خريطة ديال العرب، من خريطة ديال جامعة الدول العربية؟ أنا باش تعرفوا الغباء المستدام اللي كاين عند هاد الناس. دابا هما المكلخين بلاص ما يزيدوا العالم ديال المرتزقة البوليزاريو مشاو حيدوا هاد الجزء. دابا شوفوا العبقرية ديال كيسميوها جمهورية عربية ولكن محيدينها من الخريطة ديال جامعة الدول العربية. دابا شوفوا معايا العبقرية اللي واصلين ليها هاد الناس. ولكن طبيعة الحال حينما يكون الأسد ديال الدبلوماسية المغربية اللي هو ناصر بوريطة حاضرا، فهو لن يسمح بهذه الأمور. وشفنا كيفاش الجامعة العربية دخلت، أولا ببيان تحذير، لأن هذا التحذير ديال البيان كان يعني كانت هناك أيضا تحذيرات في الكواليس من طرف جامعة الدول العربية موجهة مباشرة للنظام الجزائري. ثم خرجت القناة واعتذرت، وهنا وقعوا في الفضيحة.
لأنهم ادعوا كذبا أنهم شريك إعلامي. خرج جامعة الدول العربية نفات هذه المسألة، قالت على أنها ما كاينش عندهم شريك إعلامي في القمة العربية، ما عندهم شريك إعلامي أبدا. ها الكذبة الأولى. الكذبة الثانية المسألة ديال الخريطة بطبيعة الحال، وهنا شفنا مسألة أخرى في البيان ديال جامعة الدول العربية والتحذير. وهذا اللي مهم هنا، وهو أن هذا الضربة، هذا الصفعة، هذا الركلة جات في عقر دياركم يا زريبة الفقاقير، في عقر ديارك بوريطة عطاكم صفعة في عقر دياركم. هذه اللي ما غاديش تسرطوها ولو بعد 100 عام، ولو بعد 100 عام. راه الآن النظام الجزائري يعيش حالة غليان بسبب هذه الصفعة الموجهة من طرف ناصر بوريطة في عقر دياركم. وهذه المسألة غادي يعني نكررها دائما، لأنها صفعة تاريخية في عقر دياركم. متابعينا الكرام، أراكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.